عاودينا بنتي شنو وقع لك؟ انتي شنو وقع لك؟ دابا كسي كنا غاديين نخرجوا من المدرسة ما بين الجوج والوحدة شوية كت جنبي وغادي الإيغول الكوديا دوار بالحبيب اللي دي وجهي كيتجرب في الأرض وكنت نفسها في التراب وحسيت وتصدمت ديك الساعة بقيت نشدو وما حسيت. السلام عليكم. مرزوق عبد الحق دوار حطيبة طراس بور مكرفص لينا الدراري كيديهم من هنا حتى النواصر من الكوليج ديال نصابي حتى النواصر وكيطرقهمش هنا هما الاولين كيبقاو يتقيو هاد الدراري وكيردو وحنا راه فات منا دوينا على الترانسبور وحابسينو هنا وحيدو لنا داك الشيفور ودارو لنا شيفور اخر ودابا هاد الطفله عندي انا شو ثاني شرا لها هاد الحديثه وهاد رئيس الجمعيه ما كيتسوقناش كنمشيو نهضروا وما كيتسوقناش وما كيعطوناش الوقت كيقولوا لنا جهدكم مجروح وحنايا راه كنضيعوا وهاد الشيفور راه ما كيشاورش راه كان خوه وحيدوه وداروا لنا هاد الدري خو ثاني كيجري بزاف في بيسا ما كيشاورش وعيينا ما نهضروا معاه وكنمشيو كيقول لنا جهدكم مجروح وحنا كتشوف هاد الحتيته اش طرا لينا اليوم هاد الطفله هي تكرفصت شهادة مهنية ما عندوش هاد الشيف وركع ومدخلينو صايق بيها كيقول لنا جرو طوالكم اللي ما عندو سيدو عندو لله وحنا هاد الطفله هادا كتشوف اش طرا ليها اليوم وداوها الجبورات في ليبانس بلا ما يجو الدرك الملكي تمانية داوها هزوها ومن اللي جابوهم عطاوهم المرشح خرج جابهم ما جابوهمش في ليبانس وما عيطوش لينا حنا كاع تعيطوا علينا الناس قال لنا راه بناتكم طار ليهم وطار ليهم عاد جينا جينا مشينا عندهم ضالين اليوم النهار كامل تسنى حتى الجوج تسنى حتى 12 تسنى حتى 3 راه حنا درنا لها شهاده طبيه فيها 23 يوم راه حنا دفعنا للدرك الملكي. السلام عليكم، انا سميتي مريم مرزوق كنقرا في الثامنة اعدادي مؤسسة الشروق. البارح في مع الجوج بين الجوج والوحدة كنا خارجين من المدرسة كنا المونطوسبو ودوزنا حنا الاولين هو راس قاصح ودا النواصر هو الاولين بقى كيدور بينا وانا واخا هكاك كتمرض جاتني الدوخة وبقيت كنرد وبقيت كنشوف الجاجة واحد شوية وصلنا حطينا الدوار كبير وقصيمات شويه وحنا تما غاديين كنت حاضره راسي تنسمع داك الشيء كي تنسمع راسي كنتقلب ورجلي لي وشي كيتجرو تحليت عيني لقيت راسي كنتنفس عفا التراب واحد لقيته وليت كنشاهد صافي نيس راسي وماشي غير اليوم اللي وقع لينا هاد الشيء هذيك المره وحنا في الواد واللي هازنا على ظهره ديك المره وحنا تاني في الغيص دبنا وشي قتل الكلب ومشي قلبنا حنا وياه وحنا انا كنطالب بحقوقي هادشي كامل وانا وجهي كاع مشي ليا ومدرستي دوك انقاطعت عليها دوك عدان هي تمارين وعدي فروض بزاف تاع الحوايج انا ضاعت ليا وجهي وضاع ليا كلشي كنطالب بحقوقي وشكرا. السلام عليكم، انا الهلالي حافي، انا من قليم جنان بوي عمالات اليوسفيه دوار الحطيبه. انا هاد السيد ترانسبور هاد السيد ما خدامش لينا هاد الجمعيه، هاد الجمعيه ما صالحاش لينا. إنا الدراري دابا الالتزام القانون الأول ما بقاش، إنا دابا الدراري كيهزوهم في الليل وكيرجعوهم حتى الليل، وكيبقى يدور بهم 16 كيلومتر، 8 كيلومتر في 8 كيلومتر، في الأول ما كانش هادشي، في الأول كان 8 كيلومتر كيوصلهم أسيدي من كيهز الآخرين كيطرق عليهم ويزيد، وفي الأول كيحطهم وكيهز الآخرين تبغى يحط آخرين، دابا لا، ما بقاش القانون، دابا هو اللي يهز هادو هما الأولين ويمشي يدور بهم 16 كيلومتر عاد يرجعهم للمدرسة، هادو راه ماشي قانون الجمعية ما صالحاش لينا ما خداماش لينا، هنا بنتنا دارت كسيدة تقصحت في رجليها تقصحت في ظهرها، هادشي ما صالح ليناش، خاصنا الحل نشوفو شي حل كيفاش غنديرو هادشي، هادو راه ما خدامش لينا هاد السيدة هادو، لا الشيفور لا الجمعية، هادو هو القانون اللي غادي نقول. السلام عليكم، أنا سميتي فاطمة بن رجعة كنقرا في السابع إعدادي في مؤسسة الشروق، عندنا وقع لينا واحد المشكل في الترونسبور. بان ان الطونسبور راجل ماشي مزيان وتيبقى يعاننا بالكلام اللي ما عمرنا سمعناه هو انه ما تيجيب الدراري اخرين تنبقاو واقفين ما تنبقاوش حتى البلايص فين تنجلسو
وكاينين الدراري تيبقاو واقفين مساكن، بعض المرات تيجي يضربهم بلا اذن، انه تيجي يضربهم بلا سبب. وواحد النهار كان مشينا جاب الدراري هما الاولين وجينا وقفنا، وقال لواحد الدري جا ضربو بعنف انه ما دار لي حتى شي حاجه، بقى تيضربو. وجينا هضرنا معاه سب علينا بالمعيار وبقى تيعايرنا، وهذا هو المشكل اللي بيناتنا. ما بقيناش بغيناه، بغينا واحد اخر يجي واللي يجي يدينا. هذاك الراجل ماشي مصالحش لينا انه يجي يدينا، راجل ماشي مزيان تيبقى يعايرنا، والكلام اللي ماما نسمعنا تيبقى يعايرو بينا، ما تيحترم لا بنات ولا دراري. السلام عليكم، انا سميتني ابراهيم براجه. هاد الناس اخويا شانعين بالعروس ديالهم، فيما قلتي لهم شي حاجه كتستقبلوهمش. ديك النهار عازين معاهم وحدين كيكمو الدريات عزبات، جينا كنهضرو معاهم، خلط راس بور وزاد وهربو، جاو المخازني حاضرين الكرسي، جاو هاجمين في الدوار، جاو هاجمين علينا على كلشي باقي، داخلو الناس درناش ديال التنازل، راه كلشي باقي في المحكمة. هاد الناس اخويا في المهد هضرنا معاهم كيقولكم جهدكم جرو، شانين بهاد العضو ديالهم. بغينا نعرفو شمن الجماعة هادي اللي شمن الدوار هادي اللي كتكلم؟ هذا الريينة، على الريينة دوار حطيبة، جماعة جنان بوية. شنو المطالب ديالكم نتوما؟ المطالبين ديالنا هي حيد هاد السيد ما يبقاش كاع في الترانسبور. أنا مرزاق إبراهيم من دوار حطيبة، قيادة جنان بوي، اثنين جنان بوي، العمالة اليوسفية، والدري شهر هو قاعد، شهر هو قاعد من القراية، قالوا لي سير تجيب لنا التزام مول السيارة، قال بغيتي ندوك تقرا، مشى هو نيا مارتا أجدار لهذوك الكوسانات مارتا، شرقهم ولا كيدار لهم وبوطوا على الدراري يمكن، والله أعلم. وقال لهم انتوما اللي درتوا هادشي، مشى علم القيد ومشى علم الجمعيه، هذاك راه الجمعيه تاع النواصر، قال لي ها داروا لي وفعلوا لي، هو حبس لينا حنا اربعه الدراري، حبسهم لينا ما خلاهمش، قال لهم ما تطلعوش انا مشيت درتوا لينا التزام، ولا كان خلاه شحال ليه، قال لي سي درنا التزام دا شرع عليهم ما طلعهم، ما تجي السياره هنا. فكانوا هاد العيال كلشي والطفلات مساكن يمشوا فاللي اللي تلقاو الطريق، اللي هي الطريق اللي كاين اللي يهزو كاين اللي ما يهزو. السلام عليكم، انا الرقيق محمد، عندي بنتي كتقرا في السابعة الكوليج، بعض المرات كيتعطل ما يجيبهمش، بعض المرات كنمشي ليها تل سميتو تل المصابيع تلي تنجيبها، بعض المرات كتكمل على رجلها من المصابيع حتى للدوار، بعض المرات تل دوار حادي، وديما ما كيجيبهمش في الوقت. هذا هو. شحال كاينه من المسافه من تما من المدرسه حتى للدوار عندكم تقريبا؟ شي 9 كيلومتر. 9 كيلومتر كتجي تضربها بعض المرات على رجلي في الطريق، بعض المرات كيلقوهم مالين طوموبيلات يهزوهم كيلومتر جوج ويحطوهم، كل مره واش كيوقع. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.